نشرة إخبارية مفصلة من قناة صلاح الدين الفضائية، أهلا بكم. استمرت حملة الدكتور أحمد عبد الله عبد الجبوري أبو مازن رئيس كتلة المحور النيابية لتوزيع برادات الماء بين نقاط التفتيش في عموم محافظة صلاح الدين بتأدية مهامها، حيث وصلت إلى السيطرات المنتشرة على طريق الدور سامراء بإشراف الأستاذ شهاب الجبوري. وأشاد المنتسبون بهذه المبادرة الكريمة التي تأتي من شخصية عرفت بمواقفها الإنسانية والوطنية تجاه أهلها، مؤكدين أن مبادرة الدكتور أبو مازن تعطيهم اندفاعا أكثر لتأدية مهامهم بالشكل الذي يحافظ على أمن العراقي والعراقيين. والله مبادرة طيبة من سيادة الزعيم أحمد عبد الله عبد الجبوري أبو مازن، القوات الأمنية ومن سيادة القوات الأمنية الحشد الشعبي والأبطال والقيادة القوات الأمنية في قضاء الدور، فجزاء الله ألف خير إن شاء الله ومن حسنات وبارك الله فيه. برنامج الداعم لزعيم ابو مازن بارك الله بالزعيم بارك الله فيكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم. احنا نشكر الزعيم ابو مازن والله يحفظ ان شاء الله خيمه انه من بعد رب العالمين ويسر عليه دنيا واخره، واحنا نشكر الزعيم ابو مازن.